ولكن بمناسبة التناقضات والتحولات، رمضان صبحي اللي في فترة كان الاحتراف بيقول انك كذا، النادي الاهلي بيعمل كذا، انتوا بتضغطوا على اللاعب، يعني ايه المشكلة لما اللاعب يقول انا لاقي طموحي في حتة تانية؟ وكنا كل مرة بنقول لكم يا جماعة اي حد عاقل عارف ان التاريخ في النادي الاهلي مش في اي حتة تانية، وما ينفعش هتستبدل تاريخ النادي الاهلي او طموح النادي الاهلي باي حتة تانية داخل مصر او افريقيا او اندية كتير جدا من اوروبا. وبيرسي تاو كان نموذج، كان بيتقال لأ حق اللاعب. مع الوقت عرفنا دلوقتي ليه كان كل ده بيتقال، عشان المنافس اللي مش قادر يجابهك في ده كان عنده رغبة في ضم اللاعب. نطلع ونشوف دلوقتي بيتقال ايه عن رمضان ونرجع نعقب. انا رحت لهاني سعيد. مين فيهم؟ هاني سعيد كان بيلعب عندنا في الزمالك وماسك بيراميدز. فقعدت معاه، كان جايب لي حاجه كده من المغرب، فقعدت معاه في الاوتيل، فبكلمه على رمضان وايه اللي بيحصل له كده وبتاع. يقول لي رمضان اللعيبه بتخش شمال، في الناس بتشتمه في الشارع. طبعا، يعني هو وصل لمرحله من الضغوط طبعا اللي عليه ان هو لا يستطيع ان يتحملها بشر. عشان كده انا قلت لك ايه، غلط لما ساب الاهلي طبعًا. مش علشان لا سمح الله نادي بيراميدز قليل، لا، الاهلي مع رمضان كان مختلف، فبالتالي الجمهور لما قلب عليه مع وجوده هناك المستوى قل، والدنيا بالنسبه له زي ما انت قلت نفسيا تعب الولد. وده يا كابتن اكبر دليل ان الانديه الكبيره ما بتاثرش برحيل النجوم. لا يعني مثلا عايز اقول حاجه، الاهلي في سنه واحده احمد فتحي والشريف اكرامي وقبليها عبد الله سعيد وقبليها خد 2 افريقيا ورا بعض. والزمالك ما عرفتكوش انا كده، عارف اللي هو يا راجل انتم، ده احنا كنا بنعرض لكم كم فيديوهات دفاع عن انتقال رمضان لبيراميدز، وكان دي الخطوه الاصح والخطوه الاصلح. بقى دلوقتي فكره انتقال لرمضان محتاج نادي جماهيري كان اسمه المختلط وبقى اسمه نادي الزمالك، ومحتاج اللاعب يتدفى فيه عشان يرجع يستعيد نجوميته. هو في نجوميه زي النادي الاهلي؟ ايا كان اللاعب راح لك او ما راحلكش، على فكره اللي بيمشي من النادي الاهلي ما بنبكيش عليه عشان تبقى فاهم، ولكن هو في نجوميه بعد اللي كانت في النادي الاهلي؟ شفت النادي اللي بين قوسين اسمه الزمالك؟ بص، هو قبل النادي اللي بين قوسين اللي اسمه الزمالك، النادي الاهلي دايما بيرسم الخط، والبعض ما بيستوعبش الخط فبياخد وقت عشان يستوعب. الان رمضان صبحي اخطا في وجوده او انه ترك النادي الاهلي، وان رمضان صبحي كان في الاهلي غير ده. هيرجعنا لمحور غير الاهلي فوق الجميع، مشينا عليه طول الحلقه، هي فكره النادي الاهلي هو الواحد الصحيح اللي بيمنح الصفر قيمه لما يجي على يمينه. يمكن رمضان صبحي اهتم بفكره 6 صفار يتحطوا في البنك، وما اهتمش بفكره الصفر اللي هيتحط جنب النادي الاهلي فيكون لرمضان صبحي قيمه حقيقيه. عشان كده نادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك بيتكلم عن فكره ان رمضان اخطا لما ترك النادي الاهلي، وكذلك لاعبين تركوا النادي الاهلي، فالنادي الاهلي قدر يحقق 2 دوري ابطال. طبعا من حق الكابتن طارق يحيى يقول، والزمالك كذلك، حتى لو في لاعبين بتروح وتيجي او لاعبين بتشتكي وبتهرب وبترجع، دي قصته. لكن احنا هنا قصتنا اننا نوضح من البدايه، لما كنا بنقول الاهلي لا يقف على احد كنا واضحين وصادقين وعارفين يعني ايه النادي الاهلي. عشان كده الكابتن احمد عبد الحليم كان له وجهه نظر او طوق نجاه لرمضان صبحي في الفيديو اللي احنا هنطلع نسمعه ده. نشوف الفيديو. النجم هو اللي ممكن يغلط. يعني احنا انا طبعا بقول لك، يعني الناس دي انا بديهم نصيحه، يمكن قلت لحد كده قريب من رمضان صبحي. قلت له قول له يلعب في الزمالك يجي الزمالك. لان ده الحل الوحيد. انت قلت ايه؟ رمضان بيطلع الناس ممكن تهاجمه في الشارع. الحل الوحيد والحمايه لي انه يلعب في نادي جماهيري في مصر اللي هو ايه؟ الزمالك. بس. بص، لانه ما عندوش فرصه يلعب في الاهلي. بالظبط كده، بالظبط كده. بص يا رمضان يا ابني، انت اخطات عندما تركت النادي الاهلي. صحيح. وعشان كده يا ابني انت حلك الوحيد ان انت تيجي نادي الزمالك. طب ال6 اصفار يا كابتن، يا ابني تعالى خد 5 اصفار عندنا بس ارجع نادي الزمالك. الوقت، رهنوا على الوقت يا جماعه، رهنوا على الوقت، والجماهير النادي الاهلي ثقوا ان النادي الاهلي دايما
دايما على الطريق الصحيح.